حياكم الله، يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومشاهدينا وين ما كنتوا على اذاعه ام بي سي اف ام. بمناسبه اليوم العالمي للصحه النفسيه راح نتكلم عن الصحه النفسيه بشكل عام وماذا يعني نعني بالصحه النفسيه. وشرفنا يكون معانا اليوم في الاستديو الطبيب النفسي الدكتور سليمان الحفظي. يسعد صباحك وشكرا لتواجدك معنا اليوم في الاستديو. الله يسعدكم يا رب، ويسعد صباحكم جميعا، ويسعد صباح جميع المستمعين والمستمعات. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الكريمة في هذا اليوم اللي بالنسبة لأي طبيب نفسي هو يوم مهم جدا من زمان. يعني أي كل ما يجي 10 أكتوبر دائما نحرص أن التوعية بالناحية الصحة النفسية تزيد إلى أقصى حد بإذن الله. واليوم قد ما نقدر احنا راح نوضح كثير من الأمور دكتور. أول شيء خلينا نتكلم عن الصحة النفسية بشكل عام، وإيش يعني الصحة النفسية؟ هذا المفهوم طبعا عند كثير من الناس يمكن يكون مفهوم مغلوط. ليش؟ لأن الناس ممكن تعتبر أن الصحة النفسية هي فقط أن الواحد ما عنده مشكلات واضطرابات أو أمراض نفسية، مثلا ما عنده اكتئاب، ما عنده اضطرابات قلق أو غيرها، وهذا الشيء مو بصحيح. طبعا الصحة النفسية هي عبارة عن قدرة الشخص على التكيف مع الظروف اللي محيطة فيه، قدرته على أنه يفهم مشاعره ويعرف كيف يتعامل معها أو تعرف كيف تتعامل معها، وكيف يتأقلم مع الظروف اللي تجي في حياته ويمشي على ذلك الأساس. فهذه هي الصحة النفسية، هو شيء متكامل، ما هو جزء فقط يتعلق بالأمراض النفسية. وهذا هو دور منظمة الصحة العالمية في يوم الصحة العالمية. يعني ما هو لازم أكون مريض نفسي عشان ممكن أزور الطبيب، ممكن بعض الأمور أو العوامل اللي في بيئة العمل، ممكن تكون لا سمح الله وفاة أحد الأقارب، هذه ممكن لها علاقة بالصحة النفسية. بالضبط، هو خلينا نتكلم بشكل عام. الأشياء الكبيرة اللي ممكن تصير في حياة الإنسان يمكن يكون لها أثر أكبر، فما نقدر نقول أن المرونة النفسية مثلا تساعد فيها. لكن على سبيل المثال الأشياء العامة في حياة الشخص مثل الضغوطات وغيرها، فيه مصطلح اسمه المرونة النفسية، وبعض الأطباء من الزملاء يسمونه المعاودية النفسية، بالإنجليزي اسمه resilience أو resiliency. هذا المصطلح أو هذا المبدأ هو عبارة عن أن الشخص يعرف كيف يتكيف مع الضغوطات والمشاكل اللي تمر فيه في حياته، فيعرف كيف يخرج منها، مو فقط أنه يخرج منها بأقل الأضرار، لكن إذا صارت المشاكل هذه مرة ثانية أو مشاكل شبيهة فيها تصير لهم مرة ثانية، يعرفون كيف يكونون أقوى فيها. هذه اسمها المعاودية النفسية، يعود أقوى مما كان. صحيح. يعني نقدر نقول دكتور، يعني خلينا نقول انه في كثير من الناس يعانون من ضغوطات نفسيه، فهل هذا يعتبر انه عندهم مشكله نفسيه؟ يعني لما يرجع البيت مثلا يقول يا اخي انا تعبان نفسيا، انا فيني انا 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 انا، فيعيش نفس الدور انه انا تعبان نفسيا. فهل على حسب، يعني اعتقد انها شيء عام جدا، لكن خلينا نتكلم برضو بشكل عام. كثير من الناس يعتقد أن الرعاية بالصحة النفسية هو شيء صعب ومنهك، ما يدرون أن الموضوع أبسط مما يتصورون. في أشياء وفي خطوات معينة ممكن يسوونها في حياتهم لو بحثوا عن موضوع الصحة النفسية وكيفية الاهتمام فيها، راح يجدونها أشياء كثير. طبعا أنا أتكلم عن الأشياء اللي مستندة على حقائق علمية، مو بأشياء ما لها علاقة بأساس علمي. فأشياء بسيطة جدا ممكن يسويها الشخص تتحسن صحته النفسية، ومن ضمنها موضوع المعاودية النفسية أو المرونة النفسية وأشياء ثانية كثير. يعني جميل جميل جدا، نحن راح نتكلم أكثر وأكثر دكتور، ولكن أستاذنك وأستاذن السادة المستمعين بفاصل قصير راح نرجع نتكلم كيف أنا أعرف أنه أنا عندي والله مشكلة نفسية، أو أعرف إذا في أحد من أفراد العائلة أو أصدقائي عنده مشكلة نفسية. أستاذنكم بفاصل قصير ومن بعدها راجعين. حياكم الله، يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا وين ما كنتوا، رجعنا لكم من جديد ومع الطبيب النفسي الدكتور سليمان الحفظي. نتكلم دكتور من جديد، كيف نعرف اذا الشخص عنده مشكله نفسيه، سواء في نفسه هو عندي انا مشكله نفسيه او في شخص مثلا قريب مني؟ طيب انا ببداها من طريقه كثير من الزملاء المتخصصين يبداون بطريقه مختلفه تماما. راح ابدا ان اذا شكيت أن عندك أو عند أحد من أقاربك أو من اللي يعزون عليك عندهم مشكلة نفسية، أول شيء توجه للمختص. الشك في وجود مشكلة نفسية يعني أنه قد تكون في مشكلة في, 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 في الأساس، فبالتالي ما يحتاج أن نأجل الموضوع. لكن خلينا نجي على المستوى الشخصي، في كثير من الناس للأسف يكابر،
ونشوفهم إذا جونا في العيادة يصير تأخر فترة طويلة بسبب أنه يكابر على الأعراض اللي عنده ويعتقد أنه ممكن أنه يخرج منها، ولكن ينتظر إلى أن يصل إلى المرحلة اللي يفقد فيها السيطرة على الأمور. فبالتالي نكون في مرحلة مو بالضرورة تكون متقدمة، بس تكون مرحلة ممكن كان من الممكن أن نتداركها، ولو أن هذا شيء عام جدا. لكن بشكل عام الأعراض النفسية إذا كانت موجودة ما تجي على شكل واضح جدا في أغلب الأحيان. فمثلا لو أخذنا اضطرابات، أشهر الاضطرابات، اضطرابات الاكتئاب والمزاج واضطرابات القلق. اضطراب الاكتئاب أشهر علامتين فيه هم الحزن المستمر، مو باللي يجي يروح، حزن مستمر غالب اليوم، يكون على مدى على الأقل أسبوعين، أو فقدان للشغف والمتعة. مين اللي يحدد هنا إذا هذا الشيء مرضي ولا لا؟ طبعا في الأخير المختص الطبيب أو الأخصائي. لكن إذا بدأت تأثر على حياتي إلى درجة أني أنا إما الناس حولي لاحظوا علي، ولا أنا لاحظت على نفسي أن عطائي قل، مثلا في عملي ما صرت أقدر أعطي. بعض الناس يصل فيهم الحال لدرجة أنه يشكك في قدراته، وتقل قدرته، وتقل يقل إيمانه بنفسه وعلى قدراته، بالتالي تضعف شخصيته وما عاد يصير هو نفسه. ممكن بعض الناس يفكر بالاستقالة. لها علاقة بالاحتراق الوظيفي ولا قطع كلامك؟ يعني إيه، يعني هي مترابطة. الاحتراق الوظيفي هو شيء ما هو مرض مشخص يعني في التصنيفات العالمية، لكنه شيء معروف ونعرفه ويشابه بشكل كبير الاكتئاب، وممكن يتزامنون، يصير عنده اكتئاب ويصل إلى مرحلة الاحتراق الوظيفي. نعم. المشكلة هنا تجي لما الشخص يقول والله أنا أبغى أستقيل بسبب الاكتئاب أو بسبب مثلا اضطراب ثاني زي القلق. هنا نجي احنا نتدخل كأطباء أو أخصائيين نفسيين. طبعا أي قرارات مثل القرارات الكبيرة في الحياة تتأثر بشكل كبير إذا كان الشخص مكتئب أو عنده قلق أو اضطراب قلق. فدائما نقول لهم أجلوا الموضوع هذا إلى ما أنكم تبدأون في التشافي، فيبدأ الشخص ما عاد يصير يعتمد فقط على العاطفة في مواضيع الحياة بشكل عام، ويتخذ القرارات بمزج بين العاطفة وبين المنطق بشكل عام. نعم. أنت قلت مكتئب، الاكتئاب، مصطلح الاكتئاب، كثير من الناس يستسهل هذا المصطلح. أي أحد ممكن يكون ضايق خلقه شوي يقول يا أخي أنا مكتئب، أنا فيني اكتئاب، هل هذا صحيح؟ ممكن أن نأخذه كعرض طيب، ولو أنه يعني علميا الأمور ما هي بأبيض وأسود، لكن ممكن أن نأخذه كعرض. فإذا واحد قال أنا مكتئب نفسرها أنه زعلان أو متضايق أو حزين، أو بالإنجليزي يسمونها under the weather، يعني ما هو على بعضه. أيوة. هذا الشيء مو بالضرورة أن يكون مرضي، فالواحد مو لازم أنه يخاف ويعتقد أنه مرضي. لكن مرض الاكتئاب اسمه في التصنيف في التصنيفات العالمية الأمراض Major Depressive Disorder، أو اضطراب الاكتئاب الجسيم. هذا اللي نتكلم عنه احنا الأطباء النفسيين بشكل عام كاكتئاب، مرض الاكتئاب. نعم. هذا له معايير معينة، له طريقة معينة في تشخيصه، وما يتشخص إلا في العيادة طبعا. على كل حال مو بالضرورة أنه بس الطبيب النفسي أو الأخصائي هو اللي يشخص، ممكن أطباء ثانيين يكون عندهم فكرة عن الموضوع يشخصون. فلما واحد يروح لطبيب ثاني ويقترح عليه موضوع أنه والله ممكن تكون المشكلة نفسية، يجب على الشخص أنه يحاول يوسع صدره وما يكابر، ويقول طيب ويعطي المجال فرصة لعل فيه يعني خير في الموضوع، وأهم شيء ما يخاف. وما يخاف فعلا، ما يخاف. أنا عندي مشكلة نفسية أو فيني شيء نفسي يعني فعلا. فهذه من النقاط المهمة، راح نتكلم بعد شوي معك دكتور إنه كيف ممكن للشخص إنه يوصل لخدمات الصحة النفسية هنا عندنا في المملكة العربية السعودية. ولكن أستاذنك وأستاذ المستمعين بفاصل غنائي قصير جدا، ومن بعدها راجعين. حياكم الله، يا أهلا وسهلا فيكم من جديد. رجعنا بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، رح نتكلم عن الصحة النفسية بشكل عام، ومعانا الآن في الاستوديو الدكتور سليمان الحفظي اللي تابعنا عبر تطبيق MBC مود، حمل التطبيق الآن وتابعنا بالصورة وبالصوت. دكتور يا أهلا وسهلا فيك من جديد. أهلا وسهلا. كيف الواحد في المملكة العربية السعودية هنا عندنا يوصل لخدمات الصحة النفسية؟ خليني أتكلم معاك من بداية تدريبي في مجال الصحة النفسية إلى الآن لفترة، وأنا أعتقد أنها فترة قصيرة مقارنة بزملائي وأساتذتي اللي درسوني، لكن شفت نقلة نوعية من بداية تدريبي إلى الآن في الأكسس وفي الحصول على خدمة الصحة النفسية أو خدمة الصحة النفسية العلاجية.
أنا أتكلم عن ذلك في جميع المستشفيات والمؤسسات الصحية العامة الصغيرة. فالوصول للصحة النفسية مو بالضرورة أن الواحد يتوجه مباشرة للطبيب النفسي والأخصائي النفسي. أجل كيف. الآن طبعا وزارة الصحة موفرة تطبيق وأنت في بيتك، يمكن كثير ما يعرفون هذا الشيء، في تطبيق لوزارة الصحة تنزله وتحمل، هو تطبيق المواعيد العام. اسم تطبيق المواعيد العام أعتقد أن اسمه طمني أو أن اسمه صحتي، تطبيق صحتي. صحتي نعم. إذا حملت تحجز مواعيد على المراكز الصحية العامة تجد من الخيارات مركز في المراكز الصحية عيادة الصحة النفسية. ممكن أيضا إذا عندي مشاكل نفسية، فهي مشاكل طبية على كل حال، أقدر أتوجه لطبيب الأسرة مثلا. مو كل شخص عنده مرض السكري أو مشكلات في الضغط يتوجه مباشرة لطبيب الباطنة المتخصص في الشغلة هذه وفي الغدد وغيرها، لا يتوجه أولا لطبيب الأسرة، وممكن هذا يكون المدخل له في معرفة حالته وتوجيهه من ناحية العلاج. كثير من الحالات، كثير من الناس ممكن أنهم يتشافون وصلوا لخطط رائعة في حياتهم عن طريق طبيب الأسرة. نجي هذا في القطاع العام بشكل عام، نتكلم عن كثير من الناس عندهم مفاهيم مغلوطة، أني لو رحت مثلا لعيادة الصحة النفسية راح يكون في وصمة علي أو راح يتسجل علي شيء. طبعا لا، طبعا أبدا لا، هذا الشيء مستحيل، لأن خدمة الصحة النفسية هذه خدمة طبية مثلها مثل أي خدمة طبية أخرى، ولا يعني بالضرورة أنها ممكن تضر الشخص على أي حال. فيها سرية، لأنه في بعض الأشخاص ممكن يعني بيقولك والله أنا على وجه زواج ما أبغى مثلا أحد يعرف أنه أنا عندي مشاكل نفسية وغيره. أتفق معك، وهذه لها علاقة يمكن بموضوع أكبر اللي هو الوصمة، لكن خلينا نتكلم أن شخص متردد يروح عشان والله خايف أن معلوماته تنكشف أو يطلع عليها أحد ثاني. هذا طبعا شيء مع تطور التكنولوجيا ومع الحمد لله الأطباء لما دائما نقدم فيهم الخير، أكيد أن شيء يكون تماما على أتم السرية. هي في أشياء معينة بسيطة جدا وحدود ضيقة اللي نقدر أننا نكشف فيها سرية المريض، مثلا لو جاء بيضر نفسه أو بيضر أحد ثاني، هنا لازم أنا مثلا كطبيب نفسي أتدخل عشان أحمي الشخص الثاني. عدا عن ذلك إذا كان في شيء قضائي معين، أنا طبعا في على كل حال أكون على قدر من الإمكان، إما أن يكون محايد أو في طرف المراجع حسب الوضع اللي هو فيه بناء على اللي جايني مثلا. هذه هي فقط الأشياء. أما بشكل عام لا، الموضوع أبسط مما تتصورون وأسهل مما تتصورون. كثير إذا جوني في العيادة، وعذرني أسهبت، كثير إذا جوني في العيادة يجون فيهم رهبة وخوف من أول زيارة. فإذا حاولنا نلطف الجو يبدأ يتكلم يرتاح، يقول أنا ما توقعت أني أنا بأكون بهذا الارتياح أني أتكلم عن حالتي وعن وضعي، وأن الموضوع يعني يسمونه طبيعي أو عادي يعني جدا، ما هو بشيء، ما هو بالصعوبة اللي احنا مستصعبينها. يا سلام. بعض الناس ممكن القلق أو الاكتئاب هو اللي يخليهم يفكرون من هذا الجانب. فبالتالي الواحد يحاول يضغط على نفسه، لو على الأقل مو لازم يقول كل شيء، بس يظهر أمام الطبيب. ممكن القلق أو الاكتئاب هو اللي يكون العائق أنك أنت تروح للطبيب النفسي. يا سلام. الواحد ممكن يسأل نفسه من هذا الجانب، أنه طيب يمكن القلق يخليني يمنعني أني أنا أقدم على الخطوة هذه. يا سلام. ليش ما أقدم وأتوكل على الله وشوف. جميل. احنا راح نروح معاك للجزء الأخير في لقائنا اليوم، وراح نتكلم عن الحملة الوطنية اللي أطلقتها الأمن العام، الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. خلي قريب راح نتكلم عنها أكثر وأكثر، ولكن استاذنك واستاذن فاصل بسيط ومن بعدها راجعين. تمام. عودة لكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا. معنا في الاستوديو الطبيب النفسي الدكتور سليمان الحفظي. أهلا وسهلا فيك من جديد. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور. كلمنا شوي عن الحملة اللي أطلقوها الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، خلك قريب على الصعيد النفسي. بالضبط. طبعا أنا سعيد جدا بالمبادرة هذه، من ناحية أني أنا طبيب نفسي فمتخصص بشكل عام في الطب النفسي العام، ومن ضمن الأشياء اللي نعالجها هي الإدمان. وكون في مبادرة على هذا النطاق تكلموا فيها شخصيات كثيرة مهمة، هذا الشيء يعني لي بشكل شخصي يعني لي كثير جدا، لأن الموضوع مهم فوق ما نتصور. موضوع خلك قريب، كلمتين مختصرة أشياء كثير ممكن أننا نسويها في حياتنا عشان نحمي أول شيء كيان الأسرة والناس اللي هم أقرب الناس لنا، اللي نعزهم ونحبهم، اللي نخاف عليهم من ممكن من
من شوكة يشتكون فيها. صحيح. فما بالك من مرض لا سمح الله ومشكلة. الإدمان على كل حال هو يصنف مو على كل حال لكن أو مو بشكل عام لكنه يصنف كمرض يعني. نعم. له أبعاد جينية وراثية، له استعداد وراثي واستعداد مرضي وأشياء كثير، لكن له أيضا مسببات اجتماعية كثير، من ضمنها منطلق الأسرة نفسها. فلما قلنا خلك قريب، خلك قريب من أبنائك، من بناتك، من أسرتك، تفهمهم، تعرف وش هم يعانون منه. والشيء هذا ينبني عليه موضوع أن نفهم كيف نتعامل مع المشاعر ونتعامل مع ردات الفعل للأمور. فالمراهقين بالذات هم أكثر الناس ممكن يكونوا معرضين في سنهم هذا إلى الدخول في عالم الإدمان لا سمح الله. فيجي هنا دور الأسرة وكيان الأسرة في الحد من الموضوع هذا، فيحمونا بإذن الله على مدى حياته كلها وعلى مدى حياتها كلها كمراهقة. كيف نكون قريبين منهم فنفهمهم، فيعرفون أنه وراهم سند وظهر. إذا لاحظنا أنهم بدأوا ينحرفون إلى مسار غير سوي، نعرف أننا نوجههم. أصدقاء ورفقاء السوء اللي هم من أهم أسباب دخول الشخص في العالم هذا، نحميهم منهم ونعرف مين اللي هم ماشيين معه. فلذلك صار اسمها خلك قريب. نعم. أنت تقصد الإدمان، إدمان المخدرات، المهدئات بشكل بالضبط. عام بالضبط، إدمان جميع الأنواع اللي ممكن، أن جميع أنواع المواد اللي ممكن أن يدمن عليها الشخص، سواء إدمان فسيولوجي يصير يحتاجها وإدمان نفسي أو غيرها. نبدأ من مواد معينة إلى مواد ممكن إذا سمعنا اسمها تصير مواد خطيرة، هي كلها تقريبا متساوية. خلينا نتكلم في الضرر على المدى البعيد، فهذا الشيء اللي نبي نحميهم منه. نعم. نحمي أسرتنا منه. احنا ما نتكلم فقط على الأبناء، لا، ممكن حتى ممكن فرد آخر في الأسرة مثلا. الأبناء موجودين، ممكن أحد أفراد الأسرة، الأب أو الأم أو الخال أو الخالة أو العم أو العمة، يتعرضون لهذا الشيء. أبناء الأخ، أخوان والأخوات والبنات كذلك، كلهم ننتبه عليهم من هذا الجانب. طيب دكتور معلش، يعني في ممكن الآن مو يعني في بعض الأشخاص ممكن يكونوا مدمنين على بعض أنواع المخدرات بعيد عنه وعنكم، لكن كيف يقدر يعالج نفسه وكيف يقدر إنه يلجأ للأطباء النفسيين؟ يعني ممكن في البعض ممكن يخاف. أقول لك نقطة، كثير من الناس، يمكن أنا اللي يجوني في العيادة وأعتقد إنه بشكل عام، يكونون يعانون من الإدمان مو الموضوع السعادة شخصية أو فلة أو راحة نفسية أو ريكريشنال اللي يسمونه، لا، يصير يحاول يعالج مرض نفسي عنده بطريقة خاطئة. فأوكي بعض الأحيان في أنواع من المخدرات ممكن تسعد الشخص في البداية، بس ما يدري إنه في الأخير تضره وتدمره، لأنه خلاص يصير يعتمد عليها ولا عاد يقدر إنه يتخلص منها إلا بصعوبة يعني. نعم. فيجي هنا دور الطبيب النفسي. كثير من الناس يكون يعاني من مثلا الرهاب الاجتماعي، فيحتاج شيء يخليه نشيط ومصحصح يتكلم. كثير من الناس يعاني من اكتئاب، فيحتاج إلى أشياء تكون تهديه وتروق باله، فيستخدم أشياء معينة ممنوعة على حساب إنه ترى الموضوع أسهل مما تصور. في أشياء آمنة وخطط آمنة لا تسبب إدمان ولا تعود ولا ضرر، لا حاليا ولا مستقبلا، وتفيدك. وكثير من الناس نبدأهم على خطة العلاج سواء اكتئاب ولا قلق اللي دخلهم في الإدمان، في خلال ممكن أسابيع أو أشهر يتركون المواد هذه كلها خلاص نهائيا، يصير الموضوع سهل عليهم. نعم. بإذن الله. احنا نشكرك ونشكر لك تواجدك اليوم معنا وعلى هذه المعلومات الثرية في يوم مهم للجميع، اللي هو اليوم العالمي للصحة النفسية، يوم مهم للأطباء النفسيين. شكرا لكم، شكرا لجهودكم دائما، شكرا لتعاونكم، لصبركم أيضا، ولتوعيتكم للمجتمع كافة. أشكرك وأشكر لك تواجدك معي اليوم في الاستوديو، الدكتور والطبيب النفسي سليمان الحفظي، شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لك أخوي أحمد، والله يعطيكم العافية جميعا. ما أدري إذا الصوت لسه طالع، ودي كمان أشكر المعدة الأستاذة ابتهال الحسيني. نعم. كانت أيضا رائعة في الإعداد والتقديم، فشكرا لكم جميعا والله يعطيكم العافية. الله يعافيك، نورتنا وشرفتنا.